نتحول مشاهدينا الاعزاء الى الازمه الليبيه، حيث اكد المتحدث باسم قائد الجيش الوطني الليبي اللواء احمد المسماري اكد ان الطيران التركي يواصل نقل الاسلحه الى مصراته وماتيجا، كما اتهم اردوغان بتحدي رغبه المجتمع الدولي لجهه وقف اطلاق النار في ليبيا، مشيرا الى ان الطيران التركي يواصل رحلاته الى مصراته وان طائرات شحن عسكريه تركيه تنقل السلاح الى ليبيا. المسماري أكد أن هناك قطعا عسكرية بحرية تركية قبالت سواحل ليبيا الغربية. إلى ذلك أكد المسماري جهوزية الجيش في سرت قائلا: قواتنا المسلحة قامت بتدريب قتالي في منطقة غرب سرت، والجيش مستعد وجاهز للتعامل مع أي طارئ. لمزيد من التفصيل وإلقاء الضوء على هذه النقطة وهذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ خالد محمود الكاتب الصحفي. أستاذ خالد مساء الخير وأرحب بك في هذه الجولة الإخبارية. ويبدو أن تركيا عازمة على مواصلة دعمها للجماعات الإرهابية ونقل المرتزقة والإرهابيين والتنظيمات الإرهابية من سوريا إلى ليبيا بخلاف ما تم الاتفاق عليه وبخلاف قرارات مجلس الأمن أو قرار مجلس الأمن تحديدا رقم 1970 الذي أصدر عام 2011 وجدد سنويا كل عام. لماذا لا يتعامل المجتمع الدولي، لماذا لا تتعامل القوى الفاعلة في الأزمة الليبية مع هذا الأمر برأيك؟ شكرا على حضرتك وعلى السادة المشاهدين في كل مكان. أنا بعتقد أنه مشكلة المجتمع الدولي أنه ليس جادا في البحث عن حل سياسي للأزمة الليبية. هناك بعض الأطراف للأسف الشديد لا زالت بطرف استمرار الفوضى الراهنة في ليبيا مصالحها الخاصة والشخصية على حساب المصالح الوطنية الليبية ومن ثم المصالح العربية. هناك تحشيد للميليشيات والمرتزقة والأتراك لمعركة وشيكة محتملة لأنه الراعي التركي للفوضى الحالية في ليبيا بيعتقد أنه بإمكانه السيطرة على هذه المنطقة ومن ثم التقدم إلى منطقة الهلال النفطي التي هي ما يمكن أن يعتبره أردوغان بمثابة جائزة الكبرى له. ولا يخفي أردوغان ذلك، هو في أحد اللقاءات التلفزيونية قال صراحة أنه يسعى للسيطرة على منطقة الهلال النفطي وسرت، وكان أمامه حتى خريطة ويشاور على هذه المنطقة الغنية بالنفط ويقول أن هدف تركيا السيطرة على هذه المنطقة وإقامة قوات له أو إقامة قواعد عسكرية له في مصراتة أو حتى في الوطية. نعم، هو لا زال يحلم بذلك وإن شاء الله سيرى أنه هذه الأحلام العبثية ستنتهي نهاية مأساوية على الميليشيات وعلى المرتزقة وعلى العسكريين الأتراك الموجودين، لأنه لا الجيش الوطني ولا الجيش المصري حيقبل باستمرار هذه المهزلة. طيب في مفاوضات. طيب اذا تحدثنا عن الجهود الدوليه لوقف اطلاق النار والوصول الى حل سياسي للازمه الليبيه، قبل ان نتحدث عن هذه النقطه دعنا نتحدث حول ما يتعلق بمراقبه نقل الاسلحه او وقف الاسلحه وتوريد الاسلحه الى الداخل الليبي بحسب قرارات مجلس الامن. كانت هناك عمليه من الاتحاد الاوروبي من حلف الناتو، عمليه صوفيا، ومن ثم كانت هناك العمليه ايريني. حتى هذه اللحظه العمليتان تحديدا العمليه ايريني المستمره حتى هذه اللحظه لم تؤدي الى وقف توريد ونقل الاسلحه من تركيا الى ليبيا. هل ترى ان هناك خلافا بين المشاركين، بين الدول المشاركه في هذه العمليه، وهو ما يفسح الطريق امام تركيا للوصول الى الشواطئ الليبيه ونقل الاسلحه والمرتزقه؟ هم بيحاولوا يصدروا لنا انه في خلاف، لكن هو واضح كده انه في توافق وتواطؤ على استمرار تركيا في ارسال مرتزقه واسلحه الى ليبيا. العمليتين الاوروبيتين سواء ايريني او صوفيا كانت تسمح بمرور السفن التي تحمل مرتزقه وشحنات اسلحه الى الميليشيات في طرابلس ومصراته ولم تتدخل. فقط الامريكان بيروا التدخل الروسي وبامكانهم ان هم يحددوه باليوم والمكان، لكن في المقابل بيتجاهلوا تماما استمرار تدفق المرتزقه والاسلحه من تركيا. المشهد واضح جدا انه المجتمع الدولي زي ما قلت لحضرتك ليس جادا ايجاد حل سياسي للازمه الليبيه. في مفاوضات بتجري الان اطرافها روسيا، امريكا، مصر، تركيا.
بشكل غير مباشر لبلورة الصدمة قد يؤدي إلى منع تفاقم الوضع عسكريا. هل يمكن المراهنة على ذلك من قبل الدول الفاعلة الأجنبية على الأقل في ليبيا بعد التحرك المصري السياسي وأيضا التهديد بالتدخل العسكري إذا ما تم تجاوز خط حددته الدولة المصرية وهو سيرة الجفرة؟ نرى أن هناك زخما عالميا للحيلولة دون تجاوز هذا الخط للحيلولة أو للوصول إلى اتفاق سياسي على الأقل في هذه المرحلة، أو على الأقل أيضا الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتجميد الخطوط الحالية للقوات المشتبكة في ليبيا. هل ترى أنه ينبغي التعويل حاليا على هذه الجهود أم ننظر إلى ما يتعلق بالجامعة العربية والقرارات التي أصدرتها منذ يومين جامعة الدول العربية والمبادرات العربية ممثلة طبعا في إعلان القاهرة بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي؟ واحنا قدام موقف يعني غريب شوية. الأمريكان أعطوا الدول أصدر للأتراك في المضي قدما في العمل العسكري، ومع ذلك الأمريكان بدأوا يستجيبوا للضغوط المصرية والروسية لوقف إطلاق النار. وامبارح لأول مرة كان وزير الخارجية الأمريكي جورج بومبيو بيتكلم عن ضرورة إخراج الأتراك والروس على حد سواء، ودي أول مرة منذ عام ومنذ دخول تركيا عسكريا على خط الأزمة في ليبيا بيتحدث وزير الخارجية الأمريكية بهذه اللهجة. كان دائما الحديث عن تواجد روسي فقط. الآن والأمس تحديدا، مساء أمس تحديدا، كان بومبيو بيعكس تطور جديد في السياسة الأمريكية أو في مواقف الإدارة وزارة الخارجية الأمريكية تحديدا، انه بيطالب باخراج الروس والاتراك من ليبيا. ده معناه انه المفاوضات مع الاتراك لا زالت غير مجديه، ولا زال الاتراك متمسكين بفكره التقدم العسكري. في النهايه تركيا هي دوله وظيفيه تؤدي وظائف لدول اكبر او دول بعينها في العالم، وتحاول أن تضع لنفسها موطئ قدم في الأزمة الليبية، وتحاول حصر أو مزيد من المكاسب، أخذ كثير من المكاسب سواء سياسيا أو مكاسب من ناحية النفوذ في الشمال الأفريقي أو حتى اقتصاديا بالغاز والبترول الموجود في ليبيا. هل الدول الكبرى سوف تسمح لتركيا بالمضي قدما فيما يتعلق باستغلال الأزمات السياسية في العالم، في العراق، في سوريا، في ليبيا، حتى تتمدد وحتى تتوسع وحتى يتحقق ما ينادي به أردوغان من توسع تركي وتوسع عثماني؟ هم بيستخدموه ويوظفوه في خدمة مصالحهم، ويعني هذا الهوس اللي عنده بالزعامة والقدرة على لعب الدور الإقليمي ما بيجيش من فراغ. هو واضح أنه عنده ضوء أصفر، واضح أنه بيقدم نفسه لأمريكا على أنه رجلها في منطقة الشرق الأوسط بعد خطوط التهديد الإيراني، فهو بيشوف ان دي فرصته، وان شاء الله مش هيتم ده، لانه زي ما طرحك لن يسمح الجيش الوطني ولا الجيش الليبي لتركيا بالمضي قدما في هذه البلطجة اللي فيها بتنتهك حقوق ثلاث دول عربية على حد سواء في العراق وسوريا والآن في ليبيا. الأستاذ خالد محمود الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المداخلة. حدثتنا عن مواصلة تركيا تزويد أو إشعال النار مرة أخرى في الأزمة الليبية وإرسال المقاتلين والمرتزقة والتنظيمات الإرهابية ونقلهم من ليبيا إلى من سوريا إلى ليبيا ومحاولة ثورنة الأزمة الليبية كما قال سابقا وزير الخارجية الفرنسي. شكرا جزيلا.